وجد الفاخر عشيري وجد كما كتشوف الخوت حنا دابا في البحر جينا باش نغطسو. المهم غادي نعومو في نفس الوقت غادي نغطسو وغادي نقلبو على الزغلال وعلى البوطال وحتى على بوزبك ان شاء الله. خليكم مع ديك الاكسبيريونس غادي في الصناديه تشوفوا البحر كيفاش داير. ها انتم كما كتشوفوا في البحر مقاد تبارك الله ونقي. المهم دابا غنبدل الحويجات واللعيبات باش مع الماتريال بارماش باش تبدا البطاله. عرفتي شنو خصك؟ جوج حوايج. اهم الحوايج هو الغاجو اولا طالمات ونضيد راس ونضغط ثلاثه الحوايج. دابا غنبدلو الحويجات ديالنا وغندخلو باش نقصو. نضيد راس ديالي انايا السبرديله عقلتو عليها باش خديتها من السوق. هادي ها هي كولومبيا ديال البحار. هي كاين الما ضروري هو كنجيبوه هو اللعيبه كنصورو بها. ثم نضيد راس دابا في الكراس نمشيو نضربو شي تلاويحه نشوفو داكشي كيفاش داير والله تكون شي حاصله في المتناول. لعيبة ديال السي بي هادي كيبغيو يغوتهم الفراخ. أول شغلالة أخويا أول بياسق موت واحد شغلالة غنهبط لها دابا هابطة لتحت. تا والله شو قداش سوفل هبط نكملو العمل دابا. ها سي قداش لدونا الزغلال راه هبط لها دابا. الروط على دخلت الخوت ويي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 ي
يا الاخوان، يا البطاله الخوش. اول كياس اللهم بارك، يا رويطيلة اللهم بارك. حطوه مع الحصيله ديال جوج غلال. وين البطاله الثاني يا خوت؟ واو واو الله يبارك. خلي 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 هيا غادو كنجمعو الخوت. انا داخل اخوت الكاميرا مان.
الشات دخلوا السكارة دابا. بلاش ياك صافي راه طاب الشيء مذوق نزغل على خوص بطاطس ايه زيد كادي واه كده يا الله يجرى ما صبر كده صغير يا اخي